محمد الحاج رقم 13. مرحبا وأطيب التحيات الرياضية مني ومن زملائي شادي أبو فرحات وجون فايدي وصومين جبرة ببداية نقلنا المباشرة اليوم لوقاعة المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة يلي عم تصير ببيروت النسخة 21. لأول مرة عم نشوف فريق لبناني بالمباراة النهائية، هو فريق الشبيبة الموشية يلي رح بيلعب اليوم بالمباراة النهائية بمواجهة فريق سفاكس التونسي. جورج وشادي، عنا مباراة قوية جدا، لبنان وصلنا للمباراة النهائية، بالنسبة لنا مباراة الحلم، عم نلعب على أرضنا وأمام جمهورنا، ومن بعد المباراة الكبيرة بالدور النصف النهائي مع الأهلي، عنا أمل كبير اليوم بالمباراة النهائية. أكيد نجيب، اليوم المباراة يعني أنا بالنسبة لنا إحنا عرفنا الكرة الطائرة، يمكن من 30 سنة لهلا ولا مرة كان فريق لبناني تنقول بالمباراة النهائية بالبطولة العربية، هذا شيء يعني نحن بالنسبة لنا حلم. البوشرية ما عنده شيء يخسر اليوم، نحن تانيين بوديوم، نحن كنا نحلم بوديوم، صرنا إما ذهب وإما فضة. بس أنا من بعد ماتش الأهلي، بعد ما شفت البوشرية شو عملوا بماتش الأهلي، بقولوا لازم يربحوا اليوم، أنا هذا بالنسبة لي الماتش اليوم لازم ينربح. صح، لأنه ما عنده شيء يخسرون جورج، يعني ماتش تاني نحن تانيين، بده يلعبوا بكل شيء في عندهم حتى يقدروا يطلعوا على البوديوم. يعني مينيموم تانيين، ماكسيموم أولين، ما عاد عندنا شيء أفضل من هيك تنقدر نعمله بهالبطولة. أكيد. سريعة تشكيلة الفريق، يعني تشكيلة فريق البوشرية: ميكولوس، كريستيانو، محمد الحاج، أمبرتو، زلاي، وأحمد نصير، إضافة لليبرو موسى مارون اللي عم نشوفه عم بفوت أكيد وقت بيكون بحاجة الفريق له على الاستقبال. من الناحية الثانية فريق سفاكس عم نشوف محمد الشكيلي، سمير السلامي كابتن الفريق، نور الدين حفيظ، ساشا جاتنيك اللاعب السلوفيني، بلال حسين، وحكيم السواري، هو تشكيلة الفريق الأساسية لليوم. وأول لقطة كانت بها المباراة لصالح فريق سفاكس، والنقطة الثانية أيضا للفريق التونسي اللي رح نحكي بعد شوي عن بالمارس الطويلة اللي عنده إياها خلال هذه المباراة. إذا البداية منا منيحة، استقبال خاطئ وبالبداية ارسال بالشباك، 2-0، بعدنا مبلشين، بعدنا بأول لحظات. وهون من رد الاعتبار أول نقطة للفريق اللبناني بهالمباراة النهائية. يعني اليوم بتصور نجيب لازم البوشري يكونوا عم بيلعبوا على بيرفكسيون مثل ما بيقولوا، يعني لازم يكون استقبالهم كثير منيح وبلوكهم كثير منيح وسيرفيسهم كثير منيح تقدروا يقدروا يربحوا على تونس. وتونس كمان من الفرق العريقة، ونحن بنعرف انه التوانسه هن فريق من الفرق كمان بطولة العالم التوانسه بيشتركوا فيها. نور الدين حفيظ من افضل لاعبيه بالعرب على فتره يمكن 5 سنين، يعني ومعهم ساشا لاعب محترف كان بلبنان صار له 2-3 عم يعمل نتائج كثير منيحه. فريق كثير قوي، مش عم نحكي فريق متوسط، فريق كثير قوي وكثير منيح. اذا ساشا طافو كثير منيح، لاعب نادي بلاط السابق. وهون طابة حلوة كثير للبنانية، سابيل كان جايب من الليبرو جورج، حلو، برافو يا محمد، من فوق حائط الصد عم بيعطي نقطة حلوة كثير للبوشرية. أهم شيء اليوم نحن ما نخاف، الخوف مش بنسبنا، ما نلعب مثل ما أنت عم بتقول، تركيز ونلعب بلاش، يعني المفروض نصعب تركيز لأنه ليك مثل ما عم تطلع. يلا هو حلو كثير، بداية كثير منيحة. نصير معنا طابة جوا، كمان مرة جديدة ساشا، كابتن نجحة، بس لعب كثير حلو، عم بيكون خط الخلفي اليوم متناغم مع خطوط الدفاع والهجوم، شغلة كثير حلوة. هلا لعب كثير حلو بهالمباراة، فتنا دغري بجو المباراة، ما أخذت معنا الخبرية أكثر من دقيقتين ثلاثة. برافو اللاعب البرازيلي هون أمبرتو اللي كان ما بيكون ثابت بالمباريات السابقة، اليوم بلش بداية جيدة شادي أمبرتو البرازيلي. لك هو عم يطلع وينزل لأنه مثل ما بتعرف جورج لاعب، قلت لك يعني صار له يمكن هي رابع ماتش بيلعبوا مع فريق البوشرية. صح، صعب كثير الخطيف، برافو هون كمان بهالمستوى هالمرة كبسة ناشئة كمان ساشا، ما معقول ساشا لاعب يعني صار له 2-3 بلبنان، وبنعرف كيف طاقاته، بنعرف كيف بشوط، لعب كثير منيح. وتوينس كلهم فريق يعني بيلعب فولي بول من هنا وصغار. 5-3 تقدم سفاكس على البوشرية، وسيرفيس بالشبك 5-4 نتيجة تقارب كثير منيحة، كثير منيحة خاصة من بعد 2-0، يعني من بعدها
بدنا نعمل احسن من التوينسي. زلاي كبسه حلوه بالسيرفيس. ساشا اوكابي اوت اوت. برافو 5-5. برافو. هلا اليوم باكدكم انه الحكام ما راح بيقوموا باي خطا بمواجهه الفريق اللبناني. شافوا شو صار فيهم. معنا الحكم المغربي العالمي عبد الرحمن الزبير اليوم كحكم اول، اضافه لعبد الحكيم رمضان كحكم ثاني، الحكم الليبي. نجيب بالنسبه للحكام هذيك المره اللي صار يمكن مع البوشريه هن والاهلي، الحكم معرض لاي لحظه يقوم بخطا، بس خطا بس مش 100 بيفرض، بس خطا عن خطا بيفرق. يعني مش معقول يصفر طائمة اللي سفارة بيني فيها شوط. ساشا على الارسال 6-5. استقبال جيد من زلاي. نصير طابي بعدها بوشرية. لمسة ثانية لرونالدو حلوة كثير. دعانا لكريستيانو 7-5. فكرناها تاتش. دعانا عم نرجع نشوفها. لا ما دقت بحدا. مواكبة جماهيرية كبيرة، نحن بنعرف انه اليوم احد المرفأ عند الطواف الغربية، ولكن الملعب صار مليان. كمان هون بالملعب بعتقد. تكنيكال تايم اوت. أول وقت مستقطع فني، نتيجة 8-5. الاتحاد اللبناني كله موجود برئاسة أستاذ جان إمام رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية. في أيضا عنا ضيوف من خارج لبنان بالطبع، نحن بنهاية البطولة العربية. يلا ما صار شيء بعد تقدم 8-5 ببداية المباراة. يعني بتصور بعد دس نبض، يعني أول 8 طابات أو أول 16 طابة بعده الفريق ما برم برمة كاملة، ما عرفوا مين عم مين وهذا اللاعب شو بيلعب. يعني لا بس البداية كثير منيحة. البداية لهلا منيحة أكيد، الاستقبال لهلا منيح، البلوك منيح. بدنا نتذكر هون بالبالماريس تبع نادي صفاقس التونسي، هالفريق هيدا ربحان 5 بطولات عربية آخرها بال 2009 بليبيا، 5 بطولات أفريقية آخرها 2005 بجنوب أفريقيا، هو صاحب 10 بطولات دوري ببلاده، 11 بطولة كأس بتونس، إضافة لمشاركة مرة واحدة ببطولة العالم. شادي هالفريق بال 1988 بإيطاليا شارك ببطولة العالم. يعني قريبة شوي من بالماريس فريق الأهلي. أهلي يمكن أفضل شوي أيضا. بيرتو طابة قوية كثير من بيرتو. أنا شايف الفريق اللبناني عم بيلعب كثير منيح لهلا بهالمباراة. ما ننسى فنيا إذا بدك على الورقة الفريق التونسي المفروض إنه يكون أفضل، ولكن على أرض الملعب مثل ما حكينا نهار الجمعة ما في فرق بين الفرق يلي عم توصل وخاصة بمباراة نهائية. طابة برافو يا شباب. يلا يا كريستيانو. برافو يا كريستيانو. ساشا بخلصها زلاي. مش لوقت طويل. 9-6. بس في لعب، في دفاع. وهيدا يلي ناطرينه بهالمباراة النهائية. أول مرة فريق لبناني بالمباراة النهائية لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة. حلوة كثير الكبسة من كريستيانو. هيدا كنت عم بقوله، كريستيانو عم جرب يلعب من فوق البلوك، من فوق البلوك صعبين لأنه التوينس بلوكهم عالي، إذا بتطلع حتى الموزع الرقم 5 يعني طويل طويل طوله بالمترين، يعني ما بتلاقي عندهم حدا تحت المترين، فبتصور لازم يلعبوا دائما على التاتش بلوك اللي هو جانبي مش من فوق البلوك. كبسة ناجحة للفريق التونسي عبر اللاعب محمد الشكيلي، اللاعب رقم 3. 10-7 الفارق بعده مقبول بالمباراة، ماكسيموم 3 نقاط. حكيم الزواري على الارسال. نيكولوس المرة الطابة كمان مرة لكريستيانو. النتيجة 8-10. الشباب عم يلعبوا بقلب كبير عن جد، عم يستقبلوا عم بيقاتلوا، مش راقيني معهم، مش انه يعني فريق تونس لا 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 عم بيلعبوا كثير منيح لاخر لحظه. وبعدنا بالبدايه، بعدنا باول ثلث اذا بدكم من الشوط الاول. وهون ارسال حلو كمان ساشا، يعني
لازم يلاقي طريقة يتوقف فيها اللاعب السلوفيني اليوم، لأنه صار عامل هلا خمس كبسات ناجحة وصولا ل 11 ثانية. هي الطريقة صعبة لأنه لاعب أبضاي وبيطال عالي وسريع وبنط، يعني ما لقى يمكن مشاكل شوي معه، بس بضل في وقت ينطفي فيه. زلاي هون بالسوء تنسيق مع نيكولوس، بلوك ناجح، برافو برافو. طيب بتستمر ميتة بتوصل للفريق اللبناني يلي بتابعها مصير. برافو برافو يا شباب، برافو يا شباب. تاتش عم بيقول الحكم اكيد واضح كان لمس الكرة. طيب تاتش بلوك، تاتش صحيحة. عندنا طابة مميزة جدا هلا، ممكن قلص فيها الفارق لنقطة وحيدة. يلا يا حاج كمان مرة بلوك ناجح من أمبرتو، فرق نقطة. شوش أنا عم شوف الفريق اللبناني عم يلعب كثير كثير منيح، عم بيقتلوا، يعني ما بحياتهم كانوا عم بيركزوا مثل ما عم بيركزوا اليوم. حتى بالمباراة التصفيقية ما كان تركيزهم عالي، أنا بحطه تقريبا 90% لهلا. وهون كمان ارسال كان صعب على الفريق التونسي، ولكن سهل سهل. هون اللاعب السنتر بلوك انه ما طلع بلوك، المفروض يطلع يسكر محله، المفروض تايم ثلاثة تتاخذ. طيب ايدي حرام. معلي بعدنا بالافرج ثلاث نقاط ماكسيموم، بس نزل فرق زين على نقطة، كنا يمكن عادل زين، هلا فرق ثلاث نقاط. حلوة حلو. يا شباب برافو يا شباب، اليوم اوبيرتو عم بيكون ممتاز، يعني عكس مباراة الماضية اليوم عم بيقدم مباراة حلوة كثير. جماعة سوري ماتش الماضي يمكن اخذ نقطة واحدة ولقط بلوك واحد كل الماتش، هلا لا صار ياخذ ثلاث نقاط وبلوكين. واو مشان ما يقولوا العالم انه عم نخسر سيرفيس، ما فيهم يلعبوا الا بسيرفيس قاسي، ما فينا نلعب الا بسيرفيس قاسي. بدك تاخذ مخاطرة رح نلاقي مشاكل كثير. اوت اوت، تقدير ناجح. وهون نقطة لنا، الفريق بيرجع نقطة يعني. وانو وزلاين نحن عارفين انه عنده ارسال جيد، ايس تقريبا بيلعب تقريبا جامب سيرف، تنشوف اذا رح يجي مضبوط. جوا ان بول جوا الطابة، طابة حسبت حسبت اوت، بس انا ما بعرف حسب معلومة كانها عزيح، كانها عزيح يمكن على الحماس. استقبال جيد، يلا يا نصير. لا 16-12 اول مره بيوصل فريق لاربع نقاط بين الفريق التونسي والفريق اللبناني. بدايه مباراه سريعه جدا، تقريبا 11 دقيقه على انطلاقتها، وصلنا على ثاني وقت مستقطع. مباراه كبيره عم تبعها، المباراه النهائيه لبطوله الانديه العربيه للكره الطائره عم بتصير بلبنان على ارض الفريق اللبناني، على ارضه تحديدا يعني على ملعب مجمع ميشيل المر الرياضي بمنطقه البوشريه سد جديده. يعني كان اليوم نذكر انه اكيد بالبطوله العربيه رح يكون في افضل ضارب وافضل مستقبل وافضل ليبرو، بدنا نعرفهم كلهم نعمل معهم مقابلات من بعد اكيد، وافضل موزع وافضل مرسل. نحن بنتمنى الذهب للفريق اللبناني، بنتمنى الذهب ل كبار لبنان فريق الشبيبة البوشرية يلي عم بيأدي أداء مميز في هذه المباراة وفي هذه البطولة يلي عم تبع على الام تي في برعاية اكس اكس ال. حلوة طابة خطف رائعة من الفريق اللبناني، ثلاثة ستة عشر. طابة برازيلية
للفريق اللبناني. حلو سيرفيس جيد كبسة ناجحة للفريق التونسي. 17-14 وكمان نقطة للفريق التونسي فريق سفاكس. الام تي في عنده حضور كبير جدا في تونس الشقيقة، يمكن من أكثر الدول والأقرب لقلوب اللبنانية. 18-15 الفارق عم يكبر يا شادي. يعني اليوم نصير لهلا يا لاقطين ومش عم يكون بال مثل عم نطلع عم يجرب يلعب على اللاين عم يهرب على اللاين عم بيهرب تطلع طبطه بالاوت. يعني اليوم في ناس دقين لي من قطر ناطرين مباراة مناطرة شباب كل الشباب اللبناني عم يحضر المباراة العربية عم يدقوا لنا. وجه تحية كمان لألان سعادة اللي عم بتابعها من بلجيكا صحيح عم بتابع المباراة على الانترنت. كنا بنتمنى لأن نكون معنا اليوم، يعني شفناه بالمباريات النهائية السنة الماضية ببطولة لبنان شو عمل. ألان صديق كبير، كنا بنتمنى يكون معنا اليوم بهالمباراة. يمكن كانت تغيرت شوي الأمور يعني على أكيد كانت تغيرت. هلا ألان لاعب كبير وما نحكي عنه لو كل العالم يمكن بتعرفه، أكيد لو كان هون كانت تغيرت شوي المعادلة. أكيد أنا أكيد كان أخذ أفضل ضارب، هذا الشيء أكيد منه. بنبقى نتمنى له انه يرجع على لبنان بالسلامه. اكيد عم يلعب بفريقه بلجيكا، هو النادي ما وافق انه يجي. على نتمنى نشوفه بنهايات بطوله لبنان. وهلا بنرجع للمباراه. خمس نقاط منا كبير النتيجه، فينا نرجع نجيبها. وهون بلوك حلو، دفاع جيد جدا للفريق التونسي لهلا. طب بعدها جوا كريستيانو. برافو يا شباب. بدنا نشير هون انه اللاعب الليبرو بالفريق التونسي رقم 18 الليبرو عم بيكون ممتاز جدا بدفاعه وبتخريص طبيعته كثير صعبه. يعني انا بتخيل الليبرو بقى تروح بالرقم 12، بتخيل له الافضليه انه ياخذ افضل ليبرو. يبقى يعني تروح بينه وبين موسى بتصور، ما بعرف الخيار شو بيكون حسب النتائج ستاتستيك. ميكولوس على الارسال. طابة ذكية كثير هون من اللاعب رقم خمسة سمير السلامي. هي أول مرة بقشع موسى ما بيتحرك على هيك طابة، لأنه موسى ما بتقطع عليه. تفاجأ فيها طابة غدرته. برافو برافو يا شباب. يلا 15-19 ما في شيء. نرجع نتذكر معودين بارتي الاهلي كنا بالثالثه 23-17 رجعنا منها 23 الجميع، ما في شيء. يلا فينا نجيبه، بعدنا بعاد عن مرحله صحيح. الخطر يعني بعدنا بال 19 حلوين. هلا سلسله حلوه لازم نشوفها. بلوك واحد. اوه برافو. يلا 19-16 ليكم هلا بلوك، ليكم شو حلو هالبلوك زلايو محمد. فنيا انا بشوف الفريق اللبناني تقريبا بنفس مستوى، اذا بدك فيك تحطها 52-48 مش اكثر من هيك. عم نلعب بشكل كثير منيح. كريستيانو على الارسال كمان ارسال جيد بس اللقط يا اوت. طب هيدا نشوف لعبه اوت كمان. طبتين لساشا، نقطتين وبعد بدنا نقطتين من عادل. هذا بدل على انه خايفين لعبها محل بلوك واحد يعني كان صحيح. وهون دغري الكوتش التونسي عم ياخذ تيم اوت دغري حتى يرجع يستعيد هالطابات اللي خسرون. نتيجة فعلا مميزة للفريق اللبناني يلي ما عنده شيء تيخسره، عم يوصل للمباراة النهائية، عم بيلعب بشكل جيد جدا، وهو حاليا قريب من تحقيق المركز الأول. منا بعيدة أبدا نربح. منا بعيدة أبدا يعني أنا بتخيل الماتش الأولاني اللي تعثروا فيه شايل بوشية 3-2، بتخيل أعطيهم دفع حتى وصلوا لهالنتيجة هيدي. جمهور كبير عم يتابع، رجال ونساء عم يتابعوا هذه المباراة النهائية. المنقول مباشرة على الام تي في واكثر من دولة عربية.
يعني يمكن نجيب هيدي اول مره يمكن من فتره بنشوف الملعب مليان بهالشكل هيدا. يلا بعد بدنا اياهم يجوا يحتفلوا معنا بالانتصار. انا عندي امل كثير كبير وكلنا عنا امل انه البوشنيه يحقق الانتصار على ارضه، الانتصار التاريخي. وعم نلعب يلا يا نصير لوك بخلصه. برافو برافو برافو. كمان مره نصير، وكمان مره زلاي. زلاي يوم محمد، زلاي محمد كثير اليوم. برافو يا زلاي. 20 فينا نقول هيدا زلاي اللي بنعرفه. مظبوط. ونصير بلش يهرب من الشباب، بس بعدنا نصير بعدنا شفناه. يعني عندنا البرازيلي وزلاي عم يلعبوا كثير منيح، بعدنا نصير يهرب. حلوة. حلوه خدع فيها حائط الصد هون. هيدي طب فانت بيلعب وحده، اجى على البي ولعب فوق الموزع. لمحة حلوة للفريق التونسي. ويلا استقبال يا شباب زلاي. حلوة. اوه هون طابي اوت، طابي اوت. بس الحكم حكم زيح عم بيقول لانه 20 18، بس الحكم زيح عم بيقول كانت ان. هون الكابتن عم بيطلب انه الطابي شافها، يمكن حكم زيح انه سوري حكم الراي شافها انه طابي تاتش. هون له حق الحكم الرئيسي يكسر اي قرار وياخذ هو القرار اللي بشوفه صحيح، مشان هيك دغري رجع اخذ طابي انه بالاوت. 22 18 لاعب حلو كثير عم نشوفه بهالمباراه، وانجاز كثير كبير للفريق اللبناني الشبيبه بالمباراه النهائيه بمواجهه فاكس. قسم من الجمهور، جمهور لبناني وعربي بامتياز اليوم عم بيتابع هذه المباراه النهائيه. موسى على استقبال ميكولوس. شو هالصاروخ يا زلاي؟ مين شايف شو صار؟ ليكو هالطابة شو حلوة وشو قوية، اجت بوجهه وتخلصت هون لو كانت وصلت. ايه بس يلا هون فات معوض على البلوك. يلا يا معوض بدنا طابة بلوك منك. معوض معروف ب بس قبل بدنا يقطع الارسال. قطع. برافو يا شباب. يلا لا 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 كان لازم تنعطى لزلاي هالطابه، كان فاضي زلاي او لنصير عن اثنين على الاطراف كانت لازم تنعطى. استعجل عليه يعني طلع هي ثاني طابه طلعت يشوطها باربع ايدين، ما بتقطع الطابه. 23 19 تبديل إيليا عم يطلع لبرا. دلاي برافو برافو. لهلا ما في شيء، لهلا بيرفكت بيرفكت. أنا 23 ما بتخوفني، أنا بهمنا يكون الإرسال جيد هون. يعني زلاي سيرفيسه ايه سعية. بدنا سلسلة جيدة، بدنا بلوك بدنا بلوك بدنا سيرفيس بلوك. يلا يا زلاي برافو يا زلاي، جود سيرف. طب ما رح تكون هينة. طبت بلوك طبت بلوك. يلا يا شباب هذا جوا. يلا يا كريستيانو، يلا يا كريستيانو. اوه بعدها 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 بعدها. يلا توصلت عن جديد. بلوك بلوك. اوت 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 اوت. الطابة تاتش من تحت. عم نشوف الإعادة. طابة اوت. حرام حرام. طابة غير مقبولة. طابة بلوك طابة بلوك يا شباب. وخلصت، انتهت المجموعة الأولى إذن لمصلحة الفريق التونسي.
من بعد للأسف طابي أيضا شوي ما كانت كتير نظيفة لمصلحة الفريق التونسي. النتيجة 25-20. المجموعة الأولى بينهيها الفريق الصفاقسي بنتيجة قوية وعن جدارة، ضل متقدم تقريبا كل وقت المباراة. نحن رح نتوقف لأول مرة مع بريك وبنرجع معكم بالمجموعة الثانية. ايه استاذ جون همام، رئيس اللجنه الاولمبيه اللبنانيه ورئيس الاتحاد اللبناني للفوليبول، اول شيء بنبارك لك من هلا على النهائي ولا ننطر لنهايه المباراه؟ بلكي نبارك لك على البطوله. بنربح كيف يعني؟ على كل حال ان كانت نتيجه يعني ان كان مركز اول او مركز ثاني نحن بنفتخر اليوم بوصول لبنان للنهائي. طيب استاذ جون، وصول يعني هيدا نادي لبناني عم يوصل لاول مره لنهائي بطوله الانديه العربيه، يعني انجاز كثير مهم للفوليبول بلبنان، فينا نقول يعني انه عصر جون همام هو العصر الذهبي لرياضه الفوليبول بلبنان؟ يعني انا فيي اقول انه هيدا الشيء اللي عم نشتغل عليه صار لنا 4 سنوات. اول شيء والاهم عوده الجمهور، ليك هالجمهور الحلو، عوده الجمهور الى الملاعب، وهذا اللي احنا عم نطالب فيه لانه الفوليبول لعبه حلوه وهو جمهورها هو الاساس، هي اللعبة الأساس بلبنان. طبعا غير الفوتبول عم نحكي عن لعبة الصلاة، هي الأساس بلبنان. بقى عودة الجمهور هذا المكسب الأول. المكسب الثاني فنيا نحن اليوم على البوديوم، وهي شغلة كثير منيحة وإن شاء الله ذهب إن شاء الله. طب إذا ما نسألك استاذ جون، نحن شفنا نادي البوشرية كان عنده بداية نوعا ما إذا كان نقول متعثرة بالمباراة الافتتاحية، ورجعنا شفناه عم بفوز على أحد أهم الأندية يعني نادي الاهلي المصري اللي هو حامل المرشح الابرز للفوز بهالبطوله، شو يلي تغير بنظرك او يمكن بكل بساطه بعد ما كان فات بالجو باول مباراه؟ لا صحيح 100%، لانه نحن ما تنسي انه توقفت بطوله لبنان قبل باسبوع، يعني ما صار لهم الانديه وقت كافي مشان يتحضروا لهالبطوله يلي هي كثير مهمه. بالوقت يلي الفرق كلها يلي اجت لعنا عم نستضيفها هي عامله معسكرات بالخارج قبل بشهر. فهذا موضوع لازم نحن ننتبه له بالمرات المقبله، نعطي الفرص اللبنانيه الفرق اللبنانيه فرصه اكبر لتتحضر، وان شاء الله الفوليبول لقدام ان شاء الله. شكرا كثير لك. شكرا استاذ جون همام رئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس الاتحاد اللبناني للكره الطائره. شادي رح نرجع لك. شكرا صادرين، نرجع بنشوفك من بعد نهاية المجموعة الثانية. كنا شفنا هيديك الطابة اللي قلنا عنها انه الحكم اخطأ بحق الفريق اللبناني، ولكن الفريق اللبناني كان بنفس الوقت دق بالشباك من تحت، ما انتبهنا لها، رجعنا شفناها على ريبلاي. هون عم نشوف بداية المجموعة الثانية وبداية جيدة من الفريق البوشرية. انا لهلا يعني انت برايك انت البوشرية عم يفاجئنا بادائه الجيد على ارض الملعب؟ انا قلت لك بس وصلنا، قلت لك مثل اذا لعبوا مثل ما لعبوا مع الاهلي اكيد رح يكون في مفاجاه حلوه، وعم يفاجئونا يمكن عم يلعبوا احسن ما عم لعبوا مع الاهلي، لانه اليوم عم بيعطوا كل شيء. قلت لك ما عنده شيء يخسروا، احلى من المباراه. صحيح معنا. صحيح، مباراه احلى بكثير، يعني مباراه فريق تونسي كمان قلت لك فريق كثير قوي، يعني ما انه فريق ضعيف انه عم يلعب احنا وياه. اصلا كل العالم كانت عم بتقول انه ممكن لبنان يكون على البوديوم، ولكن المباراه هي اهلي تونس. صحيح. اليوم عم نشوف اللبنانيين عم بيلعبوا بشكل ممتاز، عم بيتقدموا، عم بيلعبوا بشكل كبير بمواجهه الفريق التونسي اللي لهلا ربح هيدي النقطه كمان. زلاي 4-2 عم بيتقدم بالمجموعه الثانيه، وعم نشوف حضور جماهيري، يعني ملعب ميشيل المر صار مليان كله سوا. والهون يلي فينا نقول كل محبي الباسكت وكل محبي الفولي وكل محبي كره القدم كلهم عم بيكونوا هون. هون صوت نسيق بالاستقبال بهالكره هيدي، صوت نسيق يعني بدل على بدايه مرحله تعصيب معينه يعني او ضعضعه بالفريق. معك حق، يعني انا بدي اقوله انه فريق التونسي معروف انه هو افضل فريق مستقبل بالدوري لهلا بالبطوله، بقى هلا عم نشوف انه الاستقبال ما عم يكون كثير منيح. قادرين فريق البوشريه انه يلعبوا بشكل منيح، بس بعده ساشا عم بيقدم على يعني كل حال لاعب رايق ما بيهتز. ساشا اذا بدك فينا نسميه حصان طروادة، يعني بيعرف فريقنا كثير منيح. صحيح صحيح، بيلعب البطوله المحليه اللبنانيه. صار معه 9 كبسات ناجحه لهلا، والارسال معه بالشبك. يلا 6-3 للبنان. صبناه بالعين، صبناه بالعين، ما عليه هذه مسموحه. مسموحه اليوم انه ينصابوا بالعين. بدنا نربح اصدقائنا التوينسي، بدنا نربح. نحن بعالم الرياضه بنقول يلي ما عنده كيلر انسينكت ما بيقدر يربح مباريات كبيره. نحن اوت 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 اوت، برافو
7-3 لبنان المغربي عبد الرحمن الزبير. 7-3 نتيجة ممتازة، نتيجة كثير كبيرة للفريق اللبناني. الشباب عم بيقتلوا. قصير بالشبك. معنا فينا نوصل 4-8 على البريك او 8-4. يكون تقدم مريح للفريق اللبناني، 4 نقاط على اول تكنيكال تايم اوت. لا ما صار شيء، من رده بطبطه بلوك. بروك بروك يا شباب، يا شباب باس. يلا يا زلاي، يلا يا زلاي. برافو زلاي. اوكي يلا برافو. 8-4 8-4 للبنان بهالمجموعة الثانية، عم نتقدم عليهم. تكنيكال تايم اوت أول مرة عم نفوت متقدمين، بعد ما بالمجموعة الأولى عندنا تكنيكال تايم اوت كنا متأخرين، لأول مرة عم تكون والتقدم كبير هالمرة 8-4. شادي يعني إذا بنرجع بنشوف السيناريو وزيادة اللي صار مع الأهلي المصري، خسرنا الأولى فتنا بالثانية عملنا تقدم 4-5 نقاط وقدرنا نربح الثانية والثالثة كنا نحن وياهم على المنخار. إن شاء الله هلا نعمل نفس السيناريو ونربح، نربح الثانية والثالثة والرابعة ليش لا؟ ويكون هون عم نشوف على المنصة الرسمية بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية والرياضية المحلية والعربية. بدنا نشير أيضا إلى أنه النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة والرئيس والنائب التنفيذي لرئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عيسى حمزة الفلكاوي الكويتي عم بيكون موجود معنا لهذه المباراة. إذا الفريق اللبناني عم بيلعب بطريقة ممتازة، طريقة ممتازة، لعب جيد جدا من الفريق اللبناني، 4 نقاط الفارق. هون الحكم الرئيسي عم يستدعي كابتن الفريق التونسي، بده يوجه ملاحظة أكيد لفت نظر لمساعد الكوتش لأنه توجه بحركة مش مضبوطة للحكم الرئيسي، أنا هيك بتخيل. وعم بيعتذر، عم نشوفه عم بيعتذر. صحيح صحيح. المدرب التونسي. بنتذكر المدرب الأساسي للفريق التونسي هو بلغاري، المدرب فيكتور اللي هو كان مساعد المنتخب الأول لبلغاريا بطولات قوية. صحيح. هنشوف هالمرة ليش حاف. لا أنا مش تشكيلي. طابي بطابي. طابي بطابي. هذا اللعب الحلو وهذا اللي بدنا اياه. يلا ارسال مع حكيم الزواري. حلوة دعانا بس قريها مظبوط الدفاع التونسي. دعانا دعانا دعانا. بس ما عليه، حلوة كانت طابة بلوك حلوة كثير من الفريق اللبناني. يعني كانوا واعيين له لميكولوس شباب التونسي. هدوله هي الطابة اللي عم يسقطها كي عم يخدعون فيها. مانا 6 اوت اوت اوت. برافو يا شباب برافو. 9-6. نحن عم نقول برافو للشباب الثانيتون التوينسي عم يحطوا سيرفيس اوت والدنيا لانه عم يربحوا. عم يربحوا النقطة. أمبرتو على الإرسال، اللاعب البرازيلي اليوم بيلعب. أمبرتو عنده سيرفيس صعب، إن شاء الله يقدر يتوفق له بشي ايس. برافو سيرفيس. حلو كثير. أوه. شوف الحكم عم بيعطي الكرة. بعد ما أخذ القرار عم بيعطيها للفريق التونسي. بدنا نرجع نشوفها على البطيء. يعني كرة إذا جديدة، نقطة جديدة للفريق التونسي وكمان إرسال بالشبك. هالإرسالات كلها عم بتدل إنه الفريق التونسي بلش يحس ببعض الرعشة إذا بدك على أرض الملعب، في شوية خوف من الفريق اللبناني. يعني مفروض لأنه هلا متأخرين. في رهبة معينة، مباراة نهائية. ما تنسى إنه الجمهور كمان له فضل كبير. أوه كبسة حلوة كثير هون. كبسة حلوة لمحمد الشكيلي. اللاعب رقم 3 واللي معه الارسال هلا. عشرة 8. نيكولوس بيحضر للحاج. تنشوف ساشا هالمرة. برافو. دعس دعس ساشا جوا. صحيح صحيح. ساشا تخطى خط النص
فوت اجره لجوا وهذا الشيء ممنوع يتخطى يعني طلع عليك اذا بتطلع عليك اجره وين صارت صارت جوات الملعب ما له حق يفوت عند الارض الخصم. برافو التلميذ بلوك يا نصير قوية كثير معلي هذا السيناريو كنا عم نتابعه بالمجموعة الأولى كان لمصلحة التوينسي هلا عم بيكون لمصلحتنا نقطتين ثلاثة دائما عم بيكون الفريق لكن هالمرة لمصلحة الفريق اللبناني الحاج هالمرة هو اللي عم بيوزع لزلاي نيكولوس زلاي مرة جديدة لبسة حلوة طبي ميتي طبي ميتي ارجعوا يا شباب أوه. لا يا شباب لا يا شباب 10-11 تايم اوت لمولير بدها تايم اوت من بعد 8-4 كنت اشاع انت للطابه شادي انه رح تكون ميته وعلى الخط الخلفي ما بعرف ليه تقتلوا عليها اثنيناتهم يعني ما بعرف كيف تنزلت اساسا انه طابه هيني منها طابه صعب منه اتاك صعب المفروض تطلع بالدفاع طابه هيني لبنان إذا عم بيلعب بطريقة ممتازة بهالمباراة النهائية إنجاز كتير كبير لأول مرة عم نوصل وعم نأدي أداء جيد الفريق المدعوم من XXL ومن عدد كبير من سبونسورز عم بيكون حاضر على أرض الملعب فريق الشبيبة البوشرية اللي السنة الماضية استعاد لقب بطولة لبنان من بعد غياب لفترة طويلة وهون بنات XXL مع صاحبك جورج بمقدمة الحضور 10-11 دائما التقدم للفريق اللبناني ضلي صديق كل اللاعبين على كل حال يلا بنتابع المباراة مع خمسة حلوة هون لنصير هيدا نصير ما نذكر بس انه نصير هو لاعب فريق تنورين السنة عم بيعمل نتائج كثير منيحة بالممتاز ناقش 10 سكور رجع عن جديد فرق نقطتين بس برافو يا محمد يلا, يلا شباب يا شباب بعد يلا يا شباب يلا طبي ميتة ميتة يلا يس اوه يس يعني اليوم ألبرتو عم بيعود عم بعود عن الجمعة كل البطولة مانا مشكلة مانا مشكلة عم بعود بالوقت المناسب بوقت الذهب بالماني تايم بمباراة البجد لفريق لبنان 13-10 فريق مقبول وفريق مريح جمهور كبير عم يتابعوا وصل وملى مدرجات مجمع ميشيل المر جمهور البوشرية بدنا اذكر وصل كمان بباصات خاصة من عكار يعني من كل مناطق بالطبع كل لبنان عم يجي يحضر هالمباراة هيدي مباراة للبنان مباراة لبنان بامتياز عم نتابعها سوا وهون الارسال بعده معنا حج بيرسيلو 14 برافو يا شباب 14 برافو يا محمد رجع الفرق 4 نقاط قبل ما نوصل على التكنيكال تايم اوت الثاني رح يزبط كلامها لساندرين ونتوج بالمجد اليوم ان شاء الله بالذهب عندنا مشوار طويل ان شاء الله تاخذ 5 سات المباراة ولكن منين المهم نربح وهون عم بيكون كبسة حلوة كثير لحكيم الزواري اللي اذا كل ما اخذوا طابه نحن ناخذ نقطتين نحن قبلانين ما عندنا مشكله نقطه بنقطه من هلا للنهايه ما عندنا مشكله ساشا على الارسال يلا ساشا سيرفيس بالشبك يلا حلوه يلا زلاي بخلصها الفريق التونسي بضل هالمره اوه مالي مالي ان
يعني قليلا نشوفك اخطاء بال يعني اول مره يمكن اول مره بنشوف سوء التنسيق بين ميكولوس وروبرتو. حرام ساش على الارسال كمان ارسال جيد ميكولوس هالمره لنصير وبلوك بيكون ناطره ثلاثيات ورا بعضهم ثلاثة بلوك إذا بتطلع ثلاثة بلوك من فريق التونسي ما معقول ما بتقطع طعمة ليدي صعبة تقطع نقطة واحدة صار الفرق كنا 14-10 ما لازم يعادلوا لازم نربح الطابة برافو يا كريستيانو هالكرة الكبسة عادلوا ما معقول أربع نقاط ورا بعضهم عم بيكون دفاع ممتاز من فريق صفاقس خاصة حائط صده صحيح صده صحيح عم بيلعبوا حائط صد 100% بس انتبه نحن استقبلنا هلا صار الطابتين ثلاثة كان مضعضع ما عم يقدر الموسى يلعب مثل ما هو بده يعني عطى نصير ثلاثة بلوك وهلا عطى زلاي كمان باثنين بلوك 14-14 والارسال بعده مع ساشا موسى على الاستقبال طابة حلوة واخيرا كسرنا الران ما قدروا يتقدموا علينا وهيدا المطلوب 15-14 هلا بلوك او شي ايس من نصير يلا نصير يلا لازم ناخذ تكنيكال تيم اوت لنا 16-14 يلا نصير سيرفيس قاسي برافو جوا الطابة جوا الطابة يا حكم ان بول طابة عزيز حرام يا حكم حرام يا حكم رح نرجع نشوفها اكيد طابة جوا 100% الطابة حرام الطابة عزيز مانا واضحة حرام يا حكم حرام ما بعرف اذا كان في تاتش او شغلة 15-15 و16-15 كريستيانو وموسى ما عم بيكونوا ناسئين مع بعضهم وهون التقدم فاز بصير للتوينسي بهالمجموعه الثانيه 16-15 لازم ننسى يلي صار يعني بعدنا كنا متقدمين 8-4 لاول تكنيكال تايم اوت هلا 16-15 متاخرين حرام هلا كنا 14-10 ايضا جورج كمان يعني مثل ما قلت لك تزعزع استقبالنا شوي صغيره هلا بال 14-10 مرتين ثلاثه كان سيرفيس عاطل وهلا اخذوا اي سيئه الفولي بول بترجع دغري خاصة بسيستم جديد يعني بدك انت صحيح نقطة نقطة بيبون يعني نقطة نقطة عملية هينة البوشرية بمواجهة فاكس يلا يا بوشرية الفارق نقطة مثل ما عملنا فارق أربع نقاط بدنا نرجع نجيبهم لهالنقاط بهالمجموعة الثانية بيتعودوا بيتعودوا نحن ما لازم أبدا نخسر المجموعة الثانية لأنه خسارتها بتأثر شوي معنويا علينا ما بصير حيطنا على اكيد بعد ما تكون مقدم اربع نقاط نجيب وهيدا قسم من الجمهور الكبير يلي عم يتابع هالمباراه المباراه التاريخيه للفولي بول اللبناني مش بس لفريق البوشريه ارسال تونسي يلا ان شاء الله طابه التعادل هالمره زلاي كمان حاط الصد الثلاثي مكموش 17-15 لصفاقس التونسي على البوشري اللبناني النتيجه عم تكبر ثلاثة بلوك على طول عم نشوفهم هذا استقبال كنا عم نحكي عنه كمان يلا زلاي هالمره نجح يلا يا شباب حلا بقى نقطة 16-17 وهلا ارسال مع زلاي يعني ارساله سيف ذو حدين مثل ما بيقولوا صحيح يا بيجي علينا وعليهم تنشوف برافو سيرفيس بلوك بس هذا اللي بدنا هو يلا يا شباب يلا بدنا الجمهور يولع بدنا الجمهور الجمهور عم بيكون لاعب على ارض الملعب يعني عم بيكون مشنج اكثر من اللعيبه على ارض الملعب كله سوية فولي بول كله عم بحمس بحب هذه الرياضة يلا زلاي لا 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 يلا بسيطة معلش معلش يلا 18-17 لارسيل تونسي لازم نسأل استاذ ميشيل شو لازم يصير لأنه هو عادة الوحيد اللي بيقول لنا شو لازم يصير يلا نعمل نحن وياه مقابلة
مع زميلتنا صندرين شبه الطابه. تعادل بجديد. اللاعب رامي بن نور يلي دخل بهالمباراه وبنشوفه بيرجع بيخرج ليعطي مكانه لحكيم الزواري. 18-18 ارسال مع اومبرتو. حائط صد الممتاز اليوم اومبرتو. كمان بدنا نشوف سيرفيس قاسي من اللاعب البرازيلي او عادي. المهم يوصل والبلوك يكون ناجح ولكن لا. فعلا اللاعب محمد الشكيلي عم يكون ممتاز اليوم بال طابة قوية، طابة قوية. 19-18 ما لازم ياخذوا النقطة، ما لازم ابدا ياخذوا النقطة. 19-18 سكور قريب. برافو زراعي، برافو استقبال كريستيانو. كمان مرة البلوك. طابة بطيئة 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 عم تنقرا اللعبة. هلا عم نشوف نصير ما عم يلعب كثير. وبريك او وقت مسقطع عم بيطلبوا من ليان روبرتس المدرب. عم بيرجعوا التوانسي على جو المباراة، عم بيرجعوا بقوة. قلت لك فريق ما فيه يستهين فيه، قادر بأي ساعة يرجع بأي لحظة. شو جورج؟ بعد ما خلص شيء يعني كل شيء بعده مفتوح بهالمجموعه. ما في شيء، ما في شيء، كانوا فرق اربع نقاط وسكرون ورجعوا طلعوا علينا نقطتين، فينا نعمل العكس ونربح يعني ما في شيء صار. المباراه مفتوحه. هون عم نشوف كمان الانديه العربيه، العربي الكويتي كمان يلي وصل للفاينل فور بهالبطوله. وراح تشوفوا على البوديوم اليوم. اوت. 19-20. يلا يلا يا ميكولوس. كان وقت مسقطع جيد، ضعضعوا شوي لصاحب الارسال حطوا برا. يلا بدنا نطبط بلوك هلا يا شباب. برافو طلع طلع طلعت. طبط بلوك هلا. اوه ساشا ممتاز. يعني السنة الماضية ساشا سبب مشاكل لفريق بلاط، كان كثير مزاجي باللعب وما بعرف عم بيكون بغير صورة مع الفريق التونسي اليوم. برافو. لا لا طابة راحت للفريق التونسي، ما لمست حدا. 22-19 اليوم نصير ما عم بيكون فعال اليوم. يلا ميكولوس كمان مرة. هون مش معقول الدفاع التونسي. اوه نايس وان. يلا يا شباب محمد الحاج كان عم بيقراها بشكل مزبوط، شوفوا كيف بحطها، بتجي بنص ايديه للحاج وبيحطها بارض الملعب. بدنا سيرفيسين من كريستيانو، مش مطلوب اكثر. شو نجيب؟ يلا مطلوب نربح، بدنا خمس نقاط وما ياخذوا شيء. برافو. دق بالارض. اوت بول. اوت بول بس كان فيها تاتش، كان فيها تاتش بنصير. 23-20 نصير ابدا ما عم بيكون جيد. عملية اكيد تنشيف الملعب اساسية. والفارق صار 23-20 للفريق التونسي، نقطة كثير مهمة. يلا ميكولوس. برافو. لا كمان يا معي. 24 صارت صعبة. دائما على النص عم تكون مكموشين. صحيح صحيح، ونصير ما عم بيكون منيح، يعني عم يتكل دائما على زراعي وعلى كريستيانو اليوم. لازم يلاقي حل مولير، يلاقي حل سريع. حرام التقدم اللي كان. يلا 24-21. ايه نصير يمكن لعب كل الدورة بشكل كثير منيح، اليوم ما عم يلاقي حاله، ما بعرف شو القصة. ونحن بحاجة له لأنه شفناه بالدور الثنائي عم بيأدي أداء كثير كبير.
بداية النهاية بهالمجموعة. اوه برافو 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 يلا. يلا يا زلاي يلا يا زلاي لك يا عمي شوطة يلا بعدها بلوك طابي طابي يا شباب طابي, طابي يا شباب ميحة ميحة الحال. يلا يا نصير هي هي اوه ما عم بيكون ابدا جيد اللاعب نصير وهون عم نوصل لنهاية هذه المجموعة الثانية 25-21 2-0 للفريق التونسي بمواجهة الفريق اللبناني في هذه المباراة النهائية المباراة الحلم للفريق اللبناني لبنان لأول مرة بالمباراة النهائية للأسف لهلا نتيجة منها كثير منيحة لصالحنا ما بعرف شو رجع صار بالفريق اللبناني بريك وبنرجع معكم مع بداية المجموعة الثالثة عودة من جديد لأجواء المباراة بالمجموعة الثالثة النتيجة 1-1 تأخرنا لحظات بداية الإعلام والإعلان وهون بداية بوشري لازم يعطوا كل شيء عندهم بهالبطولة بهالمجموعة برافو برافو نصير هون بخلص الكرة وهو راح يكون بالمحاولة لنشوف كيف راح توصل عند الفريق اللبناني بخلص موسى ميكولوس نصير يلا يا نصير يلا هلا صار لازم توعى 2-1 صار لازم يوعى بالوقت المناسب يلا يا كريستيانو ارسال حلو كريستيانو حلو دفاع دفاع يلا يا شباب يلا يا شباب برافو أربعة أربعة يلا بلوك 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 كبسه نجحه هون لمحمد الشكيري محمد عم بيكون ممتاز اليوم بهالمباراه 2-2 الوقت عم بيقطع والمباراه عم تقترب من الحسم اذا ربحوا التوانسه بهالمجموعه شوية حظ كمان هون بهالطابه الحظ الى جانب الفريق التونسي و 3-2 3-2 نتيجة ممتازة حلوة برافو يلا نصير هي نصير وعي هيدا الضارب يلي ناطرينه يلا هيدا الضارب يلي ناطرينه 3-3 صار جايب نقطتين بهالمجموعة صحيح لا لا اوه 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 من تحت الشبك الكرة لا عم بيجرب يعملها عم بيجرب يوصل يسقسي على الواحد أربعة ثلاثة ما صار شيء نقطة بنقطة يا شباب حلو بلوك يا شباب أوت أوت فريق التونسي بس نذكر هذا الموزع اللي شاط هلا يعني اللي شاط بس اشعة بطريقة منيحة ايه بس طلع الموزع اللي شاط يعني طالع بعيدة عن الشبك موزع عم بشوط يلا ميكولوس يلا نصير كمان دفاع مش معقول الفريق التونسي دفاعه كثير جيد اوه برافو يا نصير يلا 4-5 حائط صد ثنائي من نصير و 3 نقاط نصير من 4 نقاط يلا لازم يوعى لازم يبلش اللعب بطريقه ممتازه يلا بدنا سيرفيس هلا برافو يا نصير هذا عم نحكي عنه برافو 5-5 لازم نربح المجموعه اذا ما ربحنا هذا المجموعه لا وحتى لو خسرنا المباراه لازم هالمجموعه نربحها يلا نصير مش حلوة 3-0 بس هلا عم نلعب بشكل كثير منيح اول ايس بهالمباراة عم تشوفوا يلا يا شباب يلا يا بوشرية يلا يا لبنان كمان نصير كمان ارسال حلو
بس بزيت المطرح. يلا هيني 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 يلا يا شباب يلا يا زلاي. طب فيها تاتش فيها تاتش. طب شبك 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 من اللعب التونسي صح لمس 7-5 وبيرجع التقدم من بعد ما كانت 5-3 4 نقاط 4-0 ران للفريق اللبناني. طب شبك من اللعب التونسي انا بقول لازم يجيب اي هلا 8-5 حلوه بتطلع. أوه شبك 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 الطابي شبك يا حكم الطابي شبك في اي عادة لازم شوف لي عادة شادي عم تبعه طابي بالشبك حرام 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 يا حرام. حكم والله حرام ما لمست حدا يعني حرام واني بقرب شيء عليه يعني كان لازم يشعل الطابي هيدا خطا كثير واضح يلا يا نصير برافو يا نصير 8-6 على كل حال نحن جورج نار الثلاثة في برنامج سكور بالطبع رح بيكون عندنا احد ممثلي فني البوشرية ولكن بدنا نحكي عن هذه الاخطاء وينعمل دوكيومنتري ينبعث للاتحاد العربي الاخطاء منها مقبولة ابدا طابة شبك بمباراة نهائية وبوقت حساس 8-6 البوشرية عم بيتقدم بالمجموعة الثالثة خاصة نصير وعي عم بيلعب بشكل كثير منيح شغلة كثير منيحة خاصة انه الكرة الأخيرة كانت قدام الحكم دغري يعني فرق يمكن شيء نص متر بينه وبين الكرة يعني مضبوط جورج هو المفروض الحكم هو يصفرها هو لازم ياخذ فيها أقرب واحد عليها أقرب شيء عليها بعتقد سمعها كمان لأنه ما هي طيب ما قطعت أنا من هون شاتها بلا ما من هون شات قبل الريبلاي يعني عرفت شادي اطلع حكم ايه والله يا ريت على كل حال تقدم الفريق اللبناني ان شاء الله الاخطاء تكون قليله بهالمباراه النهائيه بدنا هلا اقل شيء ما نعمل اغلاط كثير نجيب تمام مثل ما صار بالبارتي الثانيه كنا فرق 4 نقاط ورجعنا خسرنا هون شويه استقبال عاطل ان شاء الله نضل محافظين هلا نقدر نتاهل ونربح لانه الشوط هيدا يلا زلاي بين من الركضة انه الارسال ما راح يكون بمحله يمكن كبة الطابة كانت مش مظبوطة ما قدر يصاب الطابة ارسال مع نور الدين حفيز اللاعب التونسي الابرز كريستيانو بيكون ناطره البلوك وهون كان في شوية حساسية هون الحكم عم بيطلب من الكابتن الفريق انه بس يصير طابة بلوك او يدق طابة بلوك ممنوع يتوجه للاعب الثاني بده يبرم وجهه ويعمل اللي بده اياه لانه اذا بقى بيتوجه بعد مرة للاعب البرازيلي بده يتعاقب وياخذ بطاقة صفراء 100% 8-8 يلا يا شباب كريستيانو تنشوف شو راح يعمل اللاعب البرازيلي هالمرة كمان حقق صد مش معقول يعني ثلاثة. نفس المحل يعني ليكو كريستيانو شو عمل هلا؟ استقبال غلط وطابتين شوط بالبلوك هي النتيجه 9-2 صارت دغري هلا دغري بتقلب النتيجه مشان هيك يعني بضل عندنا امل اذا كان عندنا تركيز بمكان معين بنقدر نربح وهون نصير يلا يا شباب بلوك خارج الملعب ساشا صار معه 14 كبسه ناجحه بهالمباراه 8-6 10-8 اخذوا 4 نقاط بدنا ناخذ الا طابه وحده كنا قبل عاملين 4-0 ران عليهم عملوها نفسها نعم 10-8 فاذا الفارق صار وهذا الشيء كله بلش من ورا سيرفيس زلاي يعني المفروض من بعد تيم ضيع شوية تركيز الشباب ضيع سيرفيس دغري جينا على 3 نقاط ورا بعض 10-8 الشباب لازم يلعبوا بطريقه افضل بهالمجموعة الثالثة ولكن ما لازم ننسى انه صفاقس فريق كبير فريق عريق جدا في رياضة الفولي بول مش بس بالفولي بول كمان نجيب يعني فريق صفاقس فوتبول باسكت كل الرياضات وحتى بالهاند بول
اكيد تونس معروفه جدا بالهاندبول، من اقوى المنتخبات العالميه ودائما مشاركه بطوله العالم. روبرتو هون نجحها ان بول يا ابي روبرتو. روبرتو اليوم أمبرتو عم بيكون جيد ونصير وعي، بس شفنا كريستيانو تراجع، يعني عم بيضل في حدا منهم ما عم بيلعب بشكل فريق مجموعة، كل مرة عم بيكون في حدا منيح وحدا عاطل. جود سيرف، جود سيرف. أول مرة نشوف استقبال عاطل للفريق التونسي. ساشا طب سهلة منيحة لنا هلا هيدي. أوه 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 بعدها 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 بيوصلها زلاي. اوه 11-9. يعني بيقدر يعمل هيك طبيعه اللاعب الموزع التونسي، لاعب طويل، يعني مجرد ما يعمل الجامب بيقدر يحطها مطرح ما بده بالملعب الثاني. صحيح، مرتاح 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 على الشبك. يلا برافو. من ثاني ميل الطابع عم تلعب. يلا بعد جوا كان جيد الحاج هون كمان طابة ميتة. طابة ميتة. يلا يا شباب، يلا يا نصير. برافو نصير. ايه يا نصير، يلا يا نصير. يلا يلا لازم نربح المجموعة 10-11. هيدي من أطول الطابات وربحناها، ونصير عم بيرجع فرشينا هلا بحلو. ارسال ميكولوس. كمان هون ذكية من كريستيانو. برافو برافو يا محمد. 11-11 عم نرجع، عم ترجع تقلب المصلحة لمصلحة الفريق اللبناني. تعادل وإرسال خارج الملعب. يعني هون صار في ما بعرف طلب الكوتش التونسي تيم اوت، ما اخذ تيم اوت، ضرب سيرفيس، مش عم بعرف شو صار. برافو موسى دعانا. 13-11 نقطتين نقطتين ما هن شيء، ما نقطار. برافو برافو لكريستيانو. 12-13 نقطة لكريستيانو. يلا يا شباب طابتين دفاع. شو نجيب؟ يلا أنا مع الفريق اللبناني بالطبع وعندي امل كثير كبير، بس بدهم شوي تركيز. ايس 13-13. انا صراحة شايفهم عم بيلعبوا افضل، بس بدهم تركيز، عم بيضيعوا باوقات معينة. تايم اوت هون بيطلبوا المدرب البلغاري فيكتور مدرب فريق الصفاقسي التونسي. نتيجة تعادل 13-13. مجموعة أكيد يا بفوز فيها الفريق اللبناني وبيقلص الفارق، يا فريق الصفاقسي التونسي بيحزم المباراة والبطولة لصالحه. بعد في إذا انتهت عن 25 12 طابة أو 12 نقطة لنشوف مين رح يفوز. أنا حاسس الفريق اللبناني عم بيرجع يلعب، ما بعرف. نحن بدنا يلعب ويربح يربح يربح بهالمجموعة الثالثة. وعم نشوف وليد القصوف رئيس اللجنه المنظمه نجيب المركز الثاني حاصلين عليه. ايه ما حدا ما حدا عم بيعطينا، هو نحن حصلنا عليه، بدنا المركز الاول، مطلوب منا نربح ناخذ المركز الاول. كريستيانو برافو 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 يا محمد. دعانا يا محمد. 14-13 طابة مع التونسي.
طابه بطابه، اهم شيء ما خليهم يطلعوا يفرقوا عنا بالطابات. محمد شكيلي على الارسال، ميكولوس بصير. برافو، تاتش بلوك، تاتش بلوك، برافو برافو يا حكم. 14 جميع. الحاج على الارسال، لنشوف ارساله كيف رح يكون هالمره. بيوصلها، برافو برافو يا ساشا. لازم طلقت اوت. اه عم بيلعبوا، صاروا 15-14 نقطة، بيرجع تقدم للفريق التونسي. عم لاقي صعوبة، عم لاقي صعوبة بفرض نجيب فريق تونسي. قلت لك فريق عريق وفريق صعب كثير انه يخسر بي 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 فريق كثير منيح. زلاي كمان حائط، نشوف هالمرة كيف رح تنتهي. بتنتهي تونسية 16-14 وقت مستقطع فني، والتونسي عم بيقتربوا أكثر وأكثر من الفوز بهالمجموعة. هلا ردة الفعل الأخيرة للفريق اللبناني، ما عاد عندنا شيء نقدر نعمله. بشوية إحصاءات، أفضل ضارب لهلا هو أكيد اللاعب ساشا، لاعب سلوفينيا مع 15 إصابة ناجحة. كمان بالمركز الثاني على اللاعب رقم 9 بفريق الصفاقسي التونسي وهو اللاعب نور الدين حفيظ. وبالمركز الثاني ايضا بتشوف لاعب لبناني وهو اللاعب الباكستاني محمد نصير، احمد نصير مع 11 كبسه. بينما من ناحيه البلوكيد 12 بلوك فيز فيه بكره اللاعب فريق الصفاقسي مقابل 7 بلوك للبوشريه. ومن ناحيه الاستقبال اخطاء بالاستقبال 5-5 لهلا، متعادل النتيجه. اذا بتلاحظ جورج اول ثلاثه بالتسجيل هن من الفريق التونسي، مشان هيك نحن نصير هلا تبلش، يعني نصير العالي يكون بالطليعه. يلا الفرصه الاخيره للفريق اللبناني بهالدقيقه. يلا نصير. يلا معقول هذا البلوك رقم عم بيعمل فرق الشباب التونسي، 13 بلوك ناجح و 17-14 فارق 3 نقاط. اوه سهل كثير، سهل كثير. بعتقد انا هون الفريق اللبناني بلش هيك يتراجع شوي ادائه. حرام، يعني انا بتخيل، أنا بتخيل لو ما نخسر ما نسلم، أهم شيء ما نسلم، نضل عم نلعب، هذا أهم شيء عنا. دخول روني داو على أرض الملعب بدلا من كريستيانو اللي أصيب شوية بالكرة الأخيرة. عم نشوف دخول روني داو على أرض الملعب. يلا روني، برافو يا روني. يلا زلاي. أوكي يا زلاي. يلا يا شباب رجعنا. نصيد على السيرفيس. الجمهور الكبير عم بيتابع المباراة، بأكد انه الفوليبول عندها جمهورها الكبير وعندها محبينا يلي رح نتابعهم من بعد انتهاء هذه البطولة ضمن إطار بطولة لبنان. مباراة بالمجموعة الثالثة 18-15 للفريق التونسي بمواجهة الفريق اللبناني. نصير كمان هون كبسة لساشا 19-15 من فوق حائط الصد. عم شوف عم يشوط من فوق حائط الصد عن زلاي. وطبعا مباراة كبيرة أداها الفريق اللبناني اليوم رغم النتيجة اللي منها كثير لمصلحته. هون كمان سوء تنسيق جديد، طابة بيتي بتوصل للفريق التونسي. يلا منيحة، ربما تكون طابة العودة. يلا يا شباب برافو 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 عنا. يلا 16-19
يعني أومبرتو أخذ الطابع مسؤوليته على عاتقه، مسجل من أول طابة دغري. سلاي. أوه. طابة حلوة. 20-16 عم ندخل بال طلع المربع الاخير من هذه المباراه. فيها شويه حظ هو لانه طلع بعكس حائط الصد. هو ما صابها، هو عم يشوطها ما صابها، برا من بايده نزلت قريبه. اذا كمان الحظ عم بيلعب دوره مره جديده. نيكولوس طابه ذكيه بتضلها جوا بخلصها، مش معقول ساشا بطريقه. برافو يا روني، برافو يا روني. يلا العبوا يا شباب، لعبوا بهاللحظات، فينا نرجع نجيب الماتش، فينا نرجع نجيبه، بدنا بس تركيز لانه ما بعتقد هن عم يربحوا كثير من قدراته، وعم يربحوا من اخطائنا ايضا. اكيد. يلا اومبرتو اشوف ارسال عادي هالمره. مش معقول.17-21 او بالعكس 21-17، المباراة عم تقترب من النهاية الحتمية. بدنا نسافر لهلا لمصلحة فريق سفاكس على البوشرية. نيكولوس روني بخلصها الدفاع التونسي، نشوف هالمرة كيف رح تخلص. و 22-15 17. بدي اقول 5 نقاط الفارق. على كل حال ميداليه فضيه ما بتشكي شيء، ما بتشكي من شيء بهالبطوله اللي شاركت فيها 14 دوله عربيه. اكيد هيدي نتيجه، يعني قلنا نحن اول مره يمكن بتاريخ كره الطايره، ما بدي اعرف من كثير قديم يعني، بس من 30 سنه لهلا ولا مره كان في بوديوم مركز ثاني لا للمنتخب ولا لشي فريق لبناني ببطولة عربية، يعني هذا الشيء أنا بشوفه كثير منيح. سيرجان قال إنه هذا الشيء كثير عظيم، عم نطمح الذهب، بس مركز ثاني أكيد ما بيشكي من شيء. على كل حال مباراة ما خلصت، بس خلصت. نحن عم نحكي 22-17، نحن امبارح رجعنا من 23-17. صح مظبوط، بعد ما صار شيء. وجمهور من كل المناطق اللبنانية عم بيجي يتابع هذه المباراة، من كسروان، من المتم، من عكار، من صيدا، من البقاع، كلهم عم يجوا يتابعوا الفريق اللبناني، فريق البوشرية، كل محبي الرياضة، كل محبي الفولي بول. طابة بعدها جوا. طابة بعدها جوا. يلا. اوه كبسة من العيار الثقيل هون. 23-17. بعد في نقطتين للنهاية. إذا قدروا يربحوهم بالطبع الفريق التونسي. نحن من هون رجعنا. نحن من هون رجعنا 23-17. يلا يا شباب، وهذا اللي صار. كان فادي على مركز رقم 2 وطلع على السيرفيس، عمل 5 سيرفيسات ورا بعض. خلينا نشوف شو بده يصير. يلا دفاع تونسي اليوم كثير مهم. بعد الطابة بروك حلو كثير لمحمد الحاج، هيدا كنا عم نحكي عنه. يلا يا فادي. يلا بردان. يعني بس تشوف انه الفريق التونسي مركز كثير منيح، ما عمل ولا تشينج بارض الملعب، ما شال ولا اي لاعب اساسي. وهيدي نقطة. برافو. لا اوت. 24-18. 5 ماتش بوينت للفريق التونسي اللي بلش بالاحتفالات على ارض الملعب. طابة واحدة بتنهي المباراة. ارسال لسمير سلامي كابتن الفريق. طابة سهلة كثير لازم تكون هون للفريق التونسي. طابة بالملعب وخلصت المباراة وانتهت المباراة وانتهت البطولة بفوز الصفاقس تونس على الشبيبة البوشرية الفريق اللبناني 25-20 25-21 25-18. يعني المجموعة الثالثة كانت الأسوأ في هذه المباراة.
على كل حال نتيجة ممتازة للفريق اللبناني وصوله للمباراة النهائية. المركز الثاني يمكن أكثر ما كنا بنطمح له بهالبطولة. شكرا شادي وشكرا جورج. نحن نتوقف مع بريك وبنرجع معكم مع عملية التتويج ومع بعض المقابلات مع زميلي صادي. رجعنا معكم لأجواء المباراة، وقبل ما نتابع مع أجواء البوديوم والميدالية الفضية للفريق اللبناني بنتوقف مع أستاذ ميشيل أبي رميا وزميلتنا صاندرين جبرة بمقابلة بختام هذه البطولة. أستاذ ميشيل أبي رميا رئيس مجلس إدارة شركة إكس إكس إل اللي هي الراعي الأساسي لهالبطولة ولرياضة الفولي بول، أول شيء بنقول لك يا هارد لوك لمباراة اليوم، نتيجة كثير منيحة يعني بغض النظر أكيد عن الخسارة، هل أنت راضي عن المركز الثاني لنادي البوشرية بهالبطولة؟ طبعا البوشرية وصلوا لهالمركز بتاريخ لبنان كله ما حدا وصل له، هذا مركز كثير مهم للبنان، المركز الثاني للبطولة، أكيد رح يكون هذا حافز، رح يكون هذا حافز للبنان إنه يتحضر أكثر. شفنا في مستوى عالي من فريق التونسي، شفنا في شبيبة ما شاء الله فرق بالطول كثير كبير، لازم نسعى نحن من خلال المدارس من خلال كل النوادي المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية إنه ننقي منتخب ينشغل عليه قبل بوقت. السنة للأسف المنتخب ما انشغل عليه لأنه كنا في تيم ببطولة اللبنانية، ما قدرنا كأن الوقت الكافي. رزنامة تبع الاتحاد اللبناني كتير كبيرة، 800 مباراة بتصير بالسنة، مشان هيك ما قدرنا نحضر الفريق أو المنتخب اللبناني مثل ما لازم. إن شاء الله بالسنوات اللي جاية يكون عندنا فريق، خاصة وصلنا لهالمركز، المركز كثير مهم نحافظ عليه أو نطلع للمركز الأول. إن شاء الله بالسنين اللي جاية نقدر نوصل للمركز الأول. وشكرا للأم تي في، شكرا للتغطية الجيدة جدا واللي جابت هالجمهور كله، شفنا اليوم الجمهور كله إجا يشارك لبنان، شكرا له. وإن شاء الله بنقول بالسنوات الثانية بنقدر نبيض وجه لبنان أكثر وأكثر. شكرا أستاذ ميشيل أبي رميا، وعلى أمل نرجع نشوفك قريبا يعني الأسبوع المقبل، بدنا نحكي نحن وياكم لبطولة لبنان يلي بنرجع من الصعيدة. شكرا أستاذ ميشيل. هلا كمان مرة رح نتوقف مع بريك وبنرجع معكم بتكملة لوقائع هذه التغطية المباشرة مباشرة من مجمع ميشيل المر الرياضي. مباشرة لوقائع هذه التغطية المباشرة من بعد انتهاء المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة بفوز فريق أصفاقس التونسي على الفريق اللبناني الشبيب البوشرية. منتابع معكم، والمرة رح نكون مع الصديق علي خليفة نائب رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة، وأيضا مع زميلتنا صاندرين تنحكي شوي عن نشاطات المقبل، لأنه خلص خلصنا بطولة عربية، عنا رزنامة طويلة عريضة هلأ بالبطولة المحلية. استاذ علي خليفة، اولا اكيد بنقول لك هارد لوك، نحن مبسوطين بالانجاز اللي حققه البوشرية بوصوله للنهائي، انما كنا نتمنى نكون بالمركز الاول. كيف رضاك اليوم عن المباراة النهائية؟ شو كانت الاخطاء اللي اكثر شيء لاحظتها اللي ما خلتنا نحسم المباراة لصالحنا؟ اول شيء بدي هني لبنان على، وهيدا طبعا مش مجاملة لحدا، على التنظيم الرائع اللي صار. أنا عم بحكي كعضو اتحاد عربي، يعني نحن بالبداية هذه التهنئة للبنان. التهنئة الثانية كعضو اتحاد لبناني لنادي البوشرية اللي قدر بعد يعني مخاض طويل نحن بالمشاركات العربية قدرنا وصلنا نعمل مركز ثاني، وهيدي تسجل لبنان. الأمر الإيجابي الثالث اللي كثير حلو هو الجمهور الرائع اللي كان موجود اليوم بالملعب، وهيدي أول مرة بتصير يعني بشوفها أنا بالملاعب اللبنانية بمناسبة مباراة نهائية بهذا الحجم من الجمهور. هودي بيعطونا دفع كتير كبير لأنه دايما نخوض غمار تنظيم البطولات بالسنوات اللاحقة الله راضي. طيب هلا شو الخطوة المقبلة لاتحاد لبناني للفولي بول؟ يعني واتس نيكست من بعد هالبطولة وهالنتيجة كتير منيحة اللي عملناها؟ نحن الحقيقة رح نبلش مباشرة بعد انتهاء بطولة لبنان، يعني الدوري اللبناني، بالتحضير للمنتخب، لسبب عندنا المشاركة السنة القادمة بطولة المنتخبات العربية رح تصير على أرض لبنان، وأنا بتقديري أنه اليوم اللي شفناه اليوم بهذه المباراة هو حافز كتير كبير على أنه الدول العربية والأندية والمنتخبات اللي حتشارك حيكون عندها ثقة
بالقدرة على التنظيم بلبنان، رغم أنه نبدي أسفنا للي حصل بالمباراة السابقة واللي كانت نتيجة سوء تحكيم، يعني بهيك مباريات حساسة مفترض يكون الحكام على قدر المسؤولية. وهون يعني دعوة وهدي على مسؤوليتنا بالاتحاد العربي أنه بالمباريات القادمة أو بالدورات القادمة اللي بدنا ننظمها كاتحاد عربي لازم نرفع من مستوى التحكيم. شفنا كتير أخطاء كانت عم تشوب كتير من المباريات، إن شاء الله نقدر نتلافيها بالمستقبل. إن شاء الله على أمل التقدم الدائم أكيد لفوليبول وكل الرياضات بلبنان. شكراً. وشكراً للأم تي في لأنه هي بصراحة قدرت وصلت هذه اللعبة على كل المناطق اللبنانية على كل الدول العربية، وهذا بحد ذاته من ضمن الإيجابيات اللي ممكن نلحظها نحن بهيك دورات. إن شاء الله على طول نضل عن باكي بهالرياضة. شكرا كثير لك نجيب، العودة لك. شكرا أستاذ علي، شكرا صديقي. وهلا رح نكون مع صديقنا نبيل زينون. نبيل كابتن منتخب لبنان سابقا وأحد أبرز الأسماء بالسنوات الماضية برياضة الفوليبول. بدي أخذ منك هيك لمحة فنية إذا بدك عن المستوى التقني للبوشرية للفرق العربية من بعد انتهاء هذه البطولة. شفنا الاتحاد اللبناني عم بيركز أكثر على موضوع له علاقة بالمنتخب، تنحضر فريق. اليوم عم نشوف أنه تقريبا ثلاث أرباع الفرق العربية عم تلعب بلعيبة محلية، ما عم بيكون عندها استقدام للاعبين أجانب. هلا اول شيء بدي تهنئه للام تي في اللي هي عم بتواكب اللعب الكره الطائره بشكل خاص والالعاب الرياضيه، لانه هذا بيعطي دفع كثير كثير مهم للنشء الجديد تا يلعبوا فولي بول. يلعبوا فولي بول هون. هلا بالنسبه للفرق العربيه من عطول من زمان وجاي نحن وياه هون، سابقا بالسبعينات نحن تفوقنا عليهم بالمدارس، تفوقنا عليهم حتى بالنوادي قبل حرب الخمسة وسبعين. بحرب الخمسة وسبعين وطالع تأثر لبنان كتير بالوضع ورجع للمستوى. هيدا أثرت كتير على المدارس وعلى الأندية، مش عم بيطلع عنا نشء كتير تا يكفي وتوصل على المنتخبات. هلأ ما ننسى أنه العدد السكاني مثلا مصر 100 مليون، تونس والجزائر بكذا ملايين، يعني إلا ما تلاقي عندهم هالخامات الطوال. إذا منلاحظ كله عندهم طول وما بيستعينوا بلعيبة أجانب لأنه ما عندهم بحاجة. هذا يلي انتبهنا له. إيه نحن على طول بس كان عندهم أجانب بس مش بالكم اللي مش الكم اللي عندنا. إيه نحن عم نستعين بالأجانب لأنه ما عم بيطلع عنا ناس جديد. فمن هيك نحن مفروض ونحن على طول عم أعطيت ملاحظة أن الاتحاد من 10 سنين أنه نهتم بالناشئ، نهتم بالمدارس ونعطيها أفونتاج كتير أكتر تنوصل لوقت نقدر نوصل نقدر نجيب، لأنه عدد السكان كتير كبير عندهم. بعدين الاحتراف عندهم أكتر من عندنا. ليه؟ هونيك اللعيب من كان بالبيجي اللي بيقبضها يعني طبعا عندهم رياضة محترفة عندهم رياضة أو بتونس. هيدي هي لها تأثير كتير أنه اللاعب يتفرغ تيوصل لهالمستوى هذا. يعني للأسف نحن الحرب اللي عم تجينا، الأوضاع الاقتصادية كلها بتأثر على جو اللعيب. اللعيب ما بيقدر يتفرغ يتدرب كل يوم كل يوم لأنه المعيش ما بيقدر، بده يفكر بمستقبله، فهذا بيضطر يتدرب ويروح على شغله بارت تايم وكذا شغل. هذه مشكلة الرياضة في لبنان. هلا بالنسبة للمباريات اللي عم نشوفها لاحظنا كثير أخطاء تحكيمية، في أخطاء تحكيمية مثل ماتش البوشرية مع مصر يعني وحتى هون بالفينال يعني حتى هون كمان في كم طابة. هيدي أخطاء مفروض يتلفيها الاتحاد العربي يتلفيها. المستوى اللي كان اليوم كان الأداء التونسي كتير قوي لأنه فريق متجانس متكامل أكتر، يعني عم بيلعب على خطة معينة. نحن مفروض كان الشباب يكون عم يلعب شوي بذكاء أكتر لأنه إذا لاحظتوا طابة كلها هجوم هجوم هجوم، ما في ضربات ذكية نقدر نتخطي هون. هيدي كتير أثرت على جو المباراة. يعني بس إنه هيدي بادرة خير بالنسبة للمستقبل. إيه أكيد 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 كتر خير الله، يعني رجعوا شوي نحن العصر الماضي. نحن سنة بالسبعينات كانت بطولة دول عربية بالمدارس معنا وبالكويت نحن والمصاري وصرنا وجبنا بمركز الثاني، كمان كان في أسباب خاصة ما بدنا نقول شوي استعملت ضدنا قريبة من هون بالتحكيم خاصة. وبعدين بفترات هيديك ما تنسى انا بدي احب اعرف شغله يمكن اللبنانيين ما بيعرفوها، سنه 68 جو المدارس كنا لبنان بالبرتغال
جبنا بطولة العالم للمدارس 68 و69 بس للأسف هذا عم نشتغل عليه مع أستاذ جو مع أستاذ ميشيل. إن شاء الله خير أستاذ جو يعني من الأشخاص اللي كتير ناشطين بتمنى له التوفيق وبتمنى الاتحاد هلا النشاط اللي عم بيعملوا هيدا كله. شكرا أستاذ نبيل وعلى كل حال نحن قريبا بدنا نبقى ناخذ رأيك ببطولة لبنان اللي رح نتابعها برعاية XXL على الام تي في. الله يخليكم يعطيكم الف عافيه. شكرا نبيل زينون يلي هو من ابرز الاسماء برجع بذكر كان كابتن لعدد كبير من الفرق اللبنانيه وايضا ببطوله او بمنتخب لبنان بالفوليبول. هلا رح نرجع لك جورج ورح نكون مع اسعد النخل نائب رئيس الاتحاد ايضا تناخذ اسعد النخل نائب رئيس الاتحاد اللبناني للفوليبول. يعني بفتره تحضير 5 ايام تقريبا للبوشريه شفناه عم يوصل فينال بطوله انديه عربيه. هل بتوعدوا كاتحاد انه بالبطولات القادمه يكون في فتره بريك اكبر ليتحضروا وتوصل الفرق جاهزه اكثر؟ اكيد. اول شيء مبروك لكره الطائره، مبروك للاتحاد اللبناني لكره الطائره، مبروك لجمهور كره الطائره اللي وصلنا لهيك. مفروض كان في يكون تحضير اكثر من هيك لنادي البوشريه ولنادي الانوار لانه الوقت كان قليل كثير. ان شاء الله بالمره القادمه سنه الجايه نكون احسن، بس هلا نتيجه منيحه وصيف البطل. يعني كاتحاد اكيد راضيين عن المرحله اللي وصل لها فريق البوشريه بهالبطوله؟ اكيد مثل ما وعدناكم الاحد الماضي لبينا ومشي الحال الاحد هيدا، وان شاء الله تكون البطولات القادمة وخصوصي بالبطولة الآسيوية تكون أحسن من هيك. أنا بهني الاتحاد بدءا من رئيس الاتحاد السيد جان همام وجميع الأعضاء. شو كان ناقص فريق البوشرية اليوم برأيك لا يقدر يفوز على فريق كبير مثل سفاكس التونسي؟ كان مفروض اليوم يلعبوا أحسن لو لعبوا مثل قبل، بس ما كان في تضامن وكلهم كانوا في شوية ضياع بالملعب. هذا شيء تفاجأنا فيه يعني صراحة. مرسي استاذ اسعد. مرسي لك. وانا بشكر الام تي في اللي واكبت هالبطوله هيدي والبطوله العربيه وبطوله لبنان ما كفينا احنا وياها قويك. نجيب بنقط لك. اذا جورج بدنا نتوقف كمان مره للحظات اخيره مع الاعلان قبل ما نكون مع عمليه التتويج للابطال في هذه البطوله في نهايه هذه البطوله للانديه العربيه اللي عم تبعها بناء المباشر على الام تي في. بريك اخير وبنرجع سوا. اللجنه الاولمبيه اللبنانيه رئيس الاتحاد اللبناني الاستاذ جان همام ورئيس لجنه الاحتكام ونائب رئيس الاتحاد العربي الاستاذ جمال عكاش ورئيس اللجنه المنظمه الاستاذ وليد الاصوف التفضل لتكريم الحكم الاول عبد الرحمن الزبير من المغرب والحكم الثاني عبد الحكيم رمضان من ليبيا والحكم الاحتياطي جلال الدهان من ليبيا كما لتكريم الحكام اللبنانيين المسجل جوال الأوبا ومساعد المسجل جيسيكا سار. ومراقبين الخطوط جورج صعب عبد الله الغوش عماد بفرحات وسعيد ابريانوس وغسان كرم. هلا مع جائزة أفضل مرسل حصل عليها اللاعب كريستيانو كامبوس رقم 8 من البوشرية لبنان. بيتفضل مدير الاتحاد العربي الأستاذ جلال حمزة المختار بتسليم الجائزة. أفضل مرسل. Thank you.
جائزة أفضل مستقبل حصل عليها اللاعب أنور التورجي رقم 12 من الصفاقسي تونس. يتفضل مقرر لجنة الاحتكام الأستاذ الياس طايع بتسليم الجائزة. مع تسليم. ألو أفضل مستقبل بسلمها رئيس لجنة الاحتكام الأستاذ الياس طايع لأنور التورجي من الصفاقسي تونس. جائزة أفضل معد حصل عليها اللاعب عبد الله بوفتين رقم 11 من قازما الكويت. بيتفضل عضو لجنة الاحتكام الأستاذ فرج مفتاح العبد الله بتسليم الجائزة لأفضل معد. فرج مفتاح العبد الله بيسلم الجائزة لأفضل معد. بمثله أستاذ إيميل جبور. جائزة أفضل ضارب حصل عليها اللاعب نور الدين حفيظ رقم 9 من الصفاقسي تونس. بيسلمها عضو لجنة الاحتكام الأستاذ عبد الله العنازي. جائزة أفضل حائط سد حصل عليها اللاعب حكيم الزواري من نادي الصفاقسي تونس رقم 16. بيسلمها عضو لجنة الاحتكام الأستاذ جعفر نصيب. جائزة أفضل مدافع حصل عليها اللاعب عبد العزيز سليم من كازما الكويت رقم 18. بيسلمها عضو لجنة الاحتكام الأستاذ جمال شيحة. وجائزة أفضل لاعب مسجل حصل عليها اللاعب أحمد نصير رقم 11 من البشرية لبنان. بسلم عضو لجنة الاحتكام الأستاذ مفيد الشريف. هلا بنبقى مع مراسم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأول، وبنطلب دخول الفرق الفائزة الثالثة والأول والثاني، فبنطلب من الفرق الدخول لمراسم التتويج.
جاهزون جاهزون. بداية نبتدي مع المركز الثالث ومع نادي قازمة من دولة الكويت، وبيتفضل مدير البطولة الأستاذ إيميل جبور وعضو لجنة الاحتكام ورئيس لجنة الحكام الأستاذ جعفر نصيب لتسليم الميداليات البرونزية لنادي قازمة الكويت. الأستاذ إيميل جبور والأستاذ جعفر نصيب عم يسلموا نادي الكويت الحائز على المركز الثالث الميداليات البرونزية. من لبنان إلى لبنان بدل، ومع المركز الثاني ومع نادي الشبيب البشرية بيتفضل رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ وليد الأصوف وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد اللبناني الأستاذ علي خليفي ونائب رئيس الاتحاد اللبناني الأستاذ أسعد النخل بتسليم الميداليات الفضية لنادي الشبيب البشري الحائز على المركز الثاني. فاذا هون عم نشوف عمليه تتويج الفريق اللبناني، الفريق يلي قدر انه يحصل على الميداليه الفضيه في هذه البطوله، بطوله الانديه العربيه للكره الطائره، انجاز فريد من نوعه مثل ما كان عم بيقول نبيل زينون، من 30 سنه ما تم تسجيل هكذا انجاز للفرق اللبنانيه. وهون بدي استغنم الفرصه بدي اسال الاب الروحي لنادي الشبيب البوشيه والرئيس لسنوات طويله طويله استاذ شحاده، اول شيء مبروك
ودائما مثل ما كانت الانظار متجهه لك من بعد الفوز بلقب بطوله لبنان، من بعد هذه المباراه ومن بعد المباراه النصف النهائيه العالم كلها اتجهت لك والانظار كانت متجهه لك انت كمحب كبير لهذه الرياضه. انا اول شيء بشكر الام تي في لرعايتها هالمهرجان البطولة العربية، وبشكر شركة أبي رميا إكس إكس إل يلي كمان عم بتشجع الرياضة، وبشكر الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة بشخص رئيسه أستاذ جو عمام والاتحاد العربي اللي نظموا البطولة. بالفعل كانت حلم لأن احنا كانت نتيجة إنجاز، أنا بعتبره إنجاز لبناني مهم. لأول مرة فريق لبناني بيحرز على المركز الثاني ببطولة عربية، هذا شيء ما صار بتاريخ الفولي بول، صار منه مرة ثالث ببطولة آسيا واليوم ثاني ببطولة كنا حابين انه يطوج بطل، ولكن يلا في وقت في وقت كتر خير الله النتيجه كانت مرضيه واللاعبين عطوا قدر امكانهم والمهرجان والبطوله كانت موفقه والجمهور كان كثير 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 متوافد على الملعب، كل شيء على احسن ما يرام. يلا فاذا نحن ناطرينكم ببطوله لبنان هلا ان شاء الله نحن حاضرين لكل مناسبه، وان شاء الله انه بتكون البطوله كمان بطوله حلوه وبطوله مرتبه بيستمتع فيها الجمهور اللبناني بشكل حلو، وبتنتشر لعبه كره الطائره وترجع الى سابع عاده. شكرا استاذ شحاده، طول عمرك. وبدنا نقول ايضا مبروك لرئيس النادي سيزار باخوس، مبروك بريزيدان الفوز. نجيب يعني كانت بطوله حلوه وتوجت انه عملنا وصيف بطل لاول مره بتاريخ لبنان، وبدنا نضلنا صارت مسؤوليه كبيره علينا هلا بدنا نعيد الانجاز السنه المقبله ان شاء الله يا رب تكون البطوله هون او برا، وبدنا نعيدها ونعمل فريق احسن كمان. في شويه اخطاء بنتدركها مرت الجاي. ميرسي لكم ام تي في، ميرسي للاكس اكس ال، راعي هالبطوله وخلى هالاعلام يقوى ويقوى. على كل حال الشراكه بيننا وبين اكس اكس ال والبوشريه والفوليبول والاتحاد اللبناني هي طبيعي. شراكه طويله استاذ شحاده بيشهد عليها من ال 94 مش من هلا. هو انا اللي كنت رئيس النادي وانت كنت ايضا انت كنت طالع، بس انه البطوله العربيه بال 97 يلا جاي لعنا بعد 6 ايام عم تمرق بسرعه اذا الله راد. يعني المسؤوليه اكبر والمطلوب هلا اليوم بالبطوله لبنان ايضا انجاز اكبر لترجعوا تحافظوا على لقب يعني البطوله. مهدي هالانجاز من تسليم الميداليه للغايب الحاضر الان سعاده كان عم يحضر المباراه كان عم يتابعنا. شكرا شكرا استاذ سيزار، وعلى امل نلتقى بهالبطوله. يعني كل مين يلا اربط اربط عن جديد محمله ميرسي. رئيس اللجنه الاولمبيه الى اللقاء معكم في المباريات القادمه ان شاء الله بشكل مكثف كل اسبوع اذا الله راد. شكرا استاذ شحاده. وهلا عم نرجع نشوف عمليه تتويج الفريق التونسي الفريق الشقيق. يعني المباراه النهائيه اذا بدكم كانت مباراه متعادله، مباراه حلم. قسم الشرقي من العالم العربي كان ممثل بالشبيب البوشريه اللبناني، والقسم الغربي كان ممثل بالفريق الفاقس التونسي. والجمهور الكبير يمكن اول مره من سنوات طويله على التبادل بيحضر هيك هيك حشد بمباراه الكره الطائره. اول مره مبروك ايضا. هون عم استاذ زميل جبور عم بيقدم الكاس عم بيعطيها لاستاذ جو همام، ومع نائب الرئيس الاتحاد الدولي عم بيسلموا الكاس لكابتن الفريق التونسي بطل العرب صفاقس التونسي. الف مبروك اذا لفريق صفاقس التونسي بطل الانديه العربيه للمره السادسه بتاريخه، استحق اكيد البطوله عن جداره. قدم اداء لافت خاصه بالادوار النهائيه بعد ما فاز على قزح الكويتي بنص النهائي 3-0، وبالفينال على البوشيني اللبناني بطل لبناني 3-0 ايضا بالمباراه اللي تبعناها مباشره على الام تي في ابتداء من الساعه 4 بعد الظهر. عمليه التتويج شفناها كمان بشكل مباشر، والنشيد الوطني التونسي للفريق البطل. We'll be right back.
مبروك فازا لتونس، مبروك للبنان، مبروك للبنان دبل اذا بدك تنظيم البطوله والمركز الثاني للشبيبه البوشي. للعلا للعلم منأكد انه كلنا عرب كمان، وكلنا مع النشيد الوطني اللبناني، وصلنا على نكون مع رئيس اللجنه المنظمه ونص المشوار ابنه الاستاذ حادي اللي قلت له هيك بالدم وبدل لبنان والكره الطائره الى الامام بهمه همام. كان بطولة رائعة جدا وفينال كان حلو، شباب ما كانوا مبقين كثير بس كان يعني كانت الاصوات متقاربة، وهذا يعني انجاز عظيم للبنان انه طلعنا على البوديوم، هذه بعد السايرة بتاريخ لبنان، وان شاء الله السنة الجاية ناخذ الكاس، يعني فريق لبنان ياخذ الكاس، وهيدي رح تعطي بوش كثير كبيرة للبنان وللفوليبول، ومثل ما شفنا كان الملعب مليان، ملعب بساحة حوالي 4000 شخص يعني كان مفول كله سوا، هذا دليل كثير حلو للبنان وللفوليبول بلبنان. على كل حال مدارس الفوليبول رح تبلش تكثر، ويمكن نحن وياكم بشراكه بمدرسه قريبه بنعلن عنها بعالم الفوليبول، اكيد الرياضه رح ترجع تصعيد مجدا من بعد اللي شفناه، من بعد اللي عرفنا انه بعده الضم قوي كثير بشرايينها، بس المطلوب النتيجه والجمهور 3000 4000 كانوا موجودين معنا اليوم رغم انه اليوم عيد 100%. بدي اشكر انا هون حطيت الام تي في وشركه اكس اكس ال بشخص استاذ ميشيل ابي راميا، واكيد رئيس اللجنه الاولمبيه استاذ جان همام، وكل يلي عملوا لانجاح هيدي البطوله وصلت لبر الامان، وميرسي للكل. شكرا شكرا لكم، وان شاء الله تضل هذه الرياضه موجوده بعروقكم كلكم، بيت الاصوف وكل محبي هذه الرياضه، باخ بيت باخوس وكل محبينا بكل المناطق اللبنانيه من الشمال لجنوب، لانه الجمهور اليوم ما شفناه من منطقه واحده، من كل لبنان اكيد، من كل لبنان كان، من الشمال ومن الجنوب، من كل لبنان كان الجمهور. شكرا وليد. مرسي. شكرا لك وشكرا للجميع يلي عم بتابعنا بهالوقت، بعد عنا مقابله وحيده مع نائب رئيس الاتحاد الدولي للكره الطائره، نحن وياه بدنا نحكي بموضوع هذه الرياضه في العالم العالمي وانتشارها ومدى اهميه هكذا نوع من البطولات الكبيره يلي بتصير بعالمنا العربي، كيف ممكن تقدر تجمع كل محبي الرياضه بنفس الوقت. فاذا بدي رحب بختام نقلنا المباشر بالسيد عيسى حمزه الفلكاوي يلي هو النائب التنفيذي لرئيس الاتحاد الدولي للكره الطائره، النائب الاول لرئيس الاتحاد الاسيوي للكره الطائره. استاذ عيسى، اليوم شفنا عرس رياضي مميز، جمهور كبير جدا عم بيتابع المباريات، فريق كنت عم بقول من المشرق العربي وفريق من المغرب العربي تنافسوا على المباراه النهائيه، هذا يدل على مستوى كبير اليوم في كل العالم العربي. الحمد لله، طبعا البطولة نجحت بامتياز في تقديري الشخصي نتيجة متابعتي للأحداث الرياضية السابقة، البطولة نجحت جماهيريا، نجحت فنيا، هذه من أفضل البطولات الفنية العربية، التنافس كان من أول يوم إلى اليوم النهائي، تنافس طيب، تنافس قوي، هناك فرق جديدة خرجت الآن على الساحة، والحقيقة شيء يبشر بالخير في الوطن العربي أن تتقدم مستوى الكرة الطائرة على مستوى الأندية. طبعا هذا النجاح ما هو جديد على الإخوة في لبنان العزيز وعلى الاتحاد اللبناني وعلى رأسهم الأخ جان همام رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة الأولمبية. هنيئا للبنان في هذا التنظيم، هنيئا لجمهور لبنان، كذلك أحب أن أبارك في الفريق البوشيرية حصوله على المركز الثاني في هذه البطولة، وهذا إنجاز كمان مسبوق يسجل لصالح الكرة الطائرة اللبنانية، فإن شاء الله نتمنى التوفيق. شكرا لوسائل الاعلام، شكرا للجمهور، شكرا لقناتنا العزيزه ام تي في. شكرا جزيلا. شكرا لك، يعني نحن فينا نشوف انه بالمستقبل راح بيكون في تنسيق اكبر بين الاتحاد الدولي ودعم للاتحادات الاقليميه العربيه لدعم هذه الرياضه، شفنا انه عم بيكون عنده جمهور كثير كبير الفوليبول. طبعا هذه مسؤوليتكم. احب ان يعني على في هذه القناه العزيزه على قلبي ان افاجئ الجمهور الرياضي المحب العربي المحب لكره الطائره ان الان اعتبارا من
من 2015 راح تكون هناك تصفيات لبطولة العالم عن طريق قارة آسيا، وراح تكون تصفيات لبطولة منطقة غرب آسيا لنهائيات بطولة آسيا. إذن الآن أصبحت الفرصة مناسبة للفرق العربية أن تتأهل إلى نهائيات بطولة العالم ونهائيات بطولة آسيا، وكذلك مناسبة خاصة للفرق اللبنانية إن شاء الله أن نجدها في نهائيات البطولات الآسيوية ونجدها أيضا في بطولة العالم. شكرا أستاذ عيسى، على أمل التعاون في السنوات المقبلة. أكيد. شكرا لك وشكرا لجميع المشاهدين، شكرا جور، شكرا لإلي رزق، شكرا لكل الزملاء يلي ساعدونا إن كان بالإخراج بالفريق الفني وفريق العمل يلي أدى إلى إنجاح هذه التغطية المباشرة من نهار الأحد الماضي لليوم. كل يوم تقريبا كنا معكم بتغطية مباشرة لهذه البطولة الكبيرة، بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الـ 31 يلي انتهت بإنجاز كبير للبنان. الشبيب البوشية بالمركز الثاني وصفاكس بالمركز الأول. نرجع على استوديوهاتنا بالأخبار بالأم تي في، وعلى أمل أنه نتابع روبورتاج عن يلي كان عم يصير اليوم بالأخبار مع زميل جورج سويدي الليل المساء. إلى اللقاء.